فكرة المجلس المدني هي فكرة أول مرة بنجربها نحن هون بلبنان. صرنا 6 أشهر نحن صراحة مع فريق ريليف عم نحضر للمجلس المدني، والظروف كورونا وكل الظروف اللي رجعت ملقت على البلد ما خلتنا نعمله بالطريقة اللي نحن حابين كنا أنه نظمه على أساسه. كانت اكسبيرينس صراحة كتير حلوة، بما أنه قدرت تجمع العنصر الشبابي اللي عادة نضلل إعلامياً نضلع بقراراته وما حدا بيسمع له. أكيد كلنا كمواطنين لبنانيين بنعرف أكيد مشكلة الكهرباء المزمنة بلبنان، ولكن بعد المجلس اطلعت أكثر على كتير تفاصيل أنا ما كنت على علم فيها. قبل ما نحكي دراسات بدنا نحكي رؤية، يعني نحن بالأساس نحن الدولة بنعتبر أنه ما عندها رؤية بالنسبة للطاقة، ورؤية بتنطلق من أي لبنان بدنا، نحن بدنا نرجع نبني لبنان جديد مبني على أسس جديدة، مش بس بدنا نحل قصة الكهرباء هيدي أساسية أكيد، بس بدنا نبني اقتصاد جديد، بدنا نجي نشتغل على أسس بيئية، على أسس نهتم بالصحة العامة، بدنا يكون عنا شط نظيف اكسترا. بقول انه هيدا اليوم هو نموذج، هو بايلوت بروجكت، هو نموذج اولي. لبنان بحاجه كثير لمشاركه المواطن بصنع القرار، لمعرفته للحلول والتقنيات، يفهم مزبوط الكونسبتس وعلى اساسها ياخذ قرار باي طريق لازم نروح. الفكره يلي طرحت بهالمجلس المدني كانت فكرة واسعة وشاملة واتاحت النقاش وتبادل الآراء. This is what we are working for، إنه بدنا لبنان الجديد، وما بيتجدد لبنان إلا إذا بلشنا من شيء أساسي ممكن يساعد هيدا البلد. والكهرباء مثل ما كلنا بنعرف إنه هي من البيسكس اللي في بحاجة لهم بلبنان. بيرافق المواطنين برحلة التعلم مثل ما قلنا، هن مجموعة من الخبراء اللي عم يعطونا معرفتهم التقنية أو العلمية أو الأكاديمية. فقطاع الكهرباء هو من أكثر المسببين بانبعاثات الغازية بقطاع الطاقة. دونك هذا الحلو بالطاقة المتجددة، يعني فينا نعملها بكل المناطق اللبنانية. أول خطوة أنا بقترح إنه نركز أكثر على ترشيد استعمال الطاقة. ناخذ هالمعرفة اللي نقرر فيها بطريقة بالتشاور بيناتنا، وبتعطي الصوت والأفضلية لصوت الناس لصوت أعضاء المجتمع. ما بصدق إنه في ناس بعد بلبنان قاعدة هلأ الساعة 8 عم بتناقش هيك مواضيع. عم نجي نقدم لهم نحن الطروحات التقنية، عم نقدم لهم الحلول، وهن من بعد ما يسمعوا من بعد ما يفهموا ويتمعنوا بالحلول التي عم تتقدم لهم، عم ياخدوا قرار أو توصيات، يعطوا توصيات إنه كيف الدولة لازم تتجه وشو الأحسن لمستقبل الكهرباء بالحمرة وبكل لبنان. كتجربة أولى بهيدا المجلس لقيت حالي إنه لازم مش بس صوتي ينسمع، لازم كل الأصوات اللي من السيفل سوسايتي ينسمعوا بالبلد. مهم يكون عندنا طاقات جديدة، لأنه مثل ما بنعرف أنه في كتير ناس عندهم أفكار لنصلح البلد. تجربة جيدة، وبتمنى أنه تنطرح مواضيع أخرى هي بحاجة لإلها، مش بس منطقة الحمراء، بحاجة لإلها كل مدينة وكل شارع وكل منطقة وكل قرية بلبنان. ففينا نبلش اليوم ننطلق من هذا اللي صار بالكهرباء لغير قطاعات، ونقرب هاي المسافة بين صناع القرار أو صناع السياسات أو السياسيين خلينا نقول، وبين الشعب والمواطنين. إذا فيكن ترجعوا تشوفوا مبادئ العدالة بمجال الطاقة وتصوتوا مرة تانية. بتشكركم كتير 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 لمنفرات وعطيتونا طاقة إيجابية لأن أنتم موجودين فيها. ففينا هلأ نفكر بهيك أفكار، نفكر بعديها كيف فينا نكمل لنقدر نضمن نشتغل هيك شيء. هن كانوا مفروض البلدية بدهم يعملوا كانوا بناية باركينج، وكل الوقت كل المجتمع المدني عم بيقول لهم بدل ما تعملوا بناية باركينج عملوا باركينج تحت الأرض، حطوا جنينة من فوقه. فينا نقترح إنه بدل ما يكون هيك فاضي يرجعوا يفعلوه ويحطوا طاقة شمسية. شكرا، إلى اللقاء جميعا. باي باي.